توقف إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. توقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. الحمد لله، نحمده غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم لك الحمد، أنت الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله، وإليك مرجع الأمر كله على نيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، أرسله ربه على فترة من الرسل، وأرسله بالحق هادياً ومبشراً ونذيراً. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد عدد من صلى على سيدنا محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد عدد من لم يصلِّ على سيدنا محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما أمرت أن يُصلَّى على سيدنا محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما يجب أن يُصلَّى على سيدنا محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما تحب أن يُصلَّى على سيدنا محمد، وصلِّ وسلِّم وبارِك يا ربي على من صلَّى على حبيبك محمد. وبعد، إخوة الإيمان، يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، في ساحة الرجاء وفي يوم الدعاء وفي ساعة مباركة نلتقي والمؤمن بين الخوف والرجاء. حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى وفضله وعونه ومعيته وتوفيقه عن المؤمن بين الخوف والرجاء. ولقد تحدث القرآن عن الخوف
في حوالي 60 آية قرآنية مباركة، ومن بينها: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وآيات الخوف كما ذكرنا تجمع بين الرغبة والرهبة، ومعنى الخوف هو توقع المكروه في الزمن المستقبل، أو هو خوف المرء على فوات أمر يحبه أو خير يرجوه أو شر يقع عليه. وجاء في الحديث عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أكثر شيء يخافه النبي على الأمة هو عمل قوم لوط، لأنه صنيع حقير يستوجب غضب السماء ولقمتها على الأرض. وجاء في حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أشد عليكم من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي. قلنا: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: أن يزين الرجل في صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، أي أن المرء يدخل في الصلاة ويجملها ويزينها لا لله، ويتقنها لا لله، ولكن يتقنها لأن الناس ينظرون إليه ويتأملون صلاته وخشوعه وطمأنينته. فقال النبي: ذلك هو الشرك الخفي. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشرك الخفي، كما أنه قال في حديث آخر: أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم أو من كانوا قبلكم. تنزل الدنيا بسعتها وكثرتها وغنائها أو بفقرها، ويتناحر الناس عليها فيكذب هذا ويقتل هذا ويراوغ هذا ويشهد زورا هذا، كلهم لتباسط الدنيا أو لتجاذب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت هي الدنيا والنساء. فلذلك حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، في الخوف من الله أي مراقبة الله تعالى، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم: ورجل دعته امرأة
ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا ترك المعصية وترك الفاحشة خوفا ومراقبة لله، كما قالها نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما تهيأت له المرأة وأعدت له الفراش والمتاع والثياب وغير ذلك، وعند ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وأظهر خوفه وخشيته ووجله من الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول الله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، لك أن تسأل لماذا الجنتان؟ وقد ذكر القرآن أنها جنان أو جنة، جنة واحدة لكل إنسان، ولكن هذا الموضع تميزت سورة الرحمن به وتفردت به عن سائر السور القرآنية، وذكرت: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لماذا جنتان؟ قيل: جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي، هاتان جنتان. وقيل: جنة لأداء الفرائض وأخرى للحرص على النوافل والسنن والرواتب. وقيل: جنة للخوف من الله تعالى سرا، وجنة للخوف من الله تعالى علانية. وقيل: جنة لمن راقب الله سبحانه وتعالى لا مخافة الناس ولكن مخافة الله، وجنة لمن أحسن ظاهره أمام خلق الله. والمعاني في ذلك كثيرة وعديدة، وآيات الخوف تحض المؤمن على مراقبة الله تعالى في السر والعلانية. قال تعالى في أهل قيام الليل: الذين يهجرون الفراش الدافئ والنوم الجميل والراحة العالية ويقومون لله، يتوضعون ويصلون ويدعون. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلائق خوفا من الله على أمته ولأمته، وضرب في ذلك أروع الأمثلة وأجلها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا جانب الخوف. أما جانب الرجاء فنقف الأول عند معنى الرجاء. الرجاء هو الدعاء والابتهال والضراعة وطلب الخير من الله والحرص على حسن الظن وحسن الثقة بالله. وفي الحديث القدسي يقول الحق تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالرجاء هو الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى أنه غفور وأنه عفو وأنه تواب وأنه رحيم وأنه لا يقدر لعباده إلا الخير سبحانه جل شأنه. ولقد وردت آيات الرجاء في القرآن في 34 آية تحدث القرآن الكريم عن الرجاء، منها قوله تعالى: ولا تجنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ومنها قوله تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وآيات الرجاء عديدة كما قلنا. أما ألوان الرجاء وبعض صوره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد جاء ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري وقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر أي في نزع الموت فقال له النبي كيف تجدك؟ قال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف عذابه. فقال له صلى الله عليه وسلم إنه ما اجتمع ذلك في قلب عبد في مثل هذا الموطن أي عند النزع الأخير عند الموت الخوف والرجاء إنه ما اجتمع ذلك في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله تعالى ما يرجو وأمنه مما يخاف. الخوف والرجاء أن تخاف عذاب الله وأن تخاف أن تحاسب على ذنوبك وأن ترجو رحمة الله. إذا اجتمع ذلك في قلب المؤمن عند حسن الخاتمة عند ذلك سيعطيه الله تعالى ما يرجو ويؤمنه مما يخاف. هذا جانب. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جمع أي جماعة فقال أتدرون من خياركم؟ فسكت القوم فكررها ثلاثا أتدرون من خياركم؟ فقال رجل أخبرنا بخيارنا يا رسول الله أريد صلاة هدية صلاة برقية تذهب إلى حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تشفع لنا وتثقل موازيننا صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم خياركم من يرجى خيره وشركم من لا يرجى خيره ولا يأمن شره أو ولا يؤمن شره. أي خير الناس عند الله وعند الناس من يرجى منه الخير تحسن الظن به فتجده للخير أهلا تحسن الظن به فتجده من الله تعالى على درجة عالية من القرب فهذا يرجى خيره هو أهل الخير. وأما شركم من لا يرجى خيره ليس فيه خير ليس فيه نفع يذهب ويروح ويلبس ويتزين وليس منه نفع وليس منه خير. من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن
قال فيه النبي: المؤمن كالغيث أي كالمطر، أينما وقع نفع، أما غير المؤمن فليس فيه خير لا لنفسه ولا لغيره. ولقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما تقول في قول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ هل هم الذين يزنون ويسرقون ولا يصلون ولا يتصدقون؟ قال: لا، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ليس هم الذين يزنون ولا يسرقون ولا يتركون الصلاة، ليس هؤلاء، ليس أولئك يا بنت الصديق لفظ الحديث، ولكن هم الذين يصلون ويتصدقون ويسارعون في الخيرات ويفعلون ذلك وهم خائفون ألا يقبل منهم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هؤلاء عندهم صلاة وزكاة وصيام وأعمال صالحة يقدمونها لله، لا يتباهون بها ولا يراءون بها، لأن الرياء هو الشرك الخفي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يخافون أن لا تقبل منهم، يعدونها أعمالا ضئيلة أو أعمالا ضعيفة. ولذلك قال الله تعالى في خاتمة سورة الأنبياء في بعد الحديث عن 17 نبيا، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي يجمعون بين الخوف والرجاء. وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول نبي الله إبراهيم في الأصنام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قرأ قول نبي الله عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى رسول الله وقال: اللهم رب أمتي أمتي أمتي. فقال الله تعالى: يا جبريل، انزل إلى محمد، أريدها عالية هدية وبرقية، ولا تكن بخيلا عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله: يا جبريل، انزل إلى محمد واسأله لماذا يبكي. يسأل العليم وهو يعلم، عالم السر وأخفى. فنزل جبريل وقال: يا محمد، الله يقرئك السلام ويقول لك: لماذا تبكي؟ قال: أقول وأبكي من أجل أمتي أمتي أمتي. فرجع جبريل فأخبر رب العزة، فقال الله تعالى: يا جبريل، انزل إلى محمد وقل له إننا سنرضيه في أمته ولا نسوءه فيها أبدا، كرامة لحبيبنا محمد، هدية وعطية لحبيب الله محمد ولأمة حبيب الله محمد. ولذلك من حرصه على أمته قال في الحديث الشريف: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإن الذي أوتيته إنما هو وحي أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم يوم القيامة تابعا،
أي ما من الأنبياء نبي إلا أعطاه الله المعجزات الباهرات القاهرات، ولكن النبي أوتي القرآن معجزة عالية عظيمة، ثم قال: وأرجو أن أبعث يوم القيامة وأكون أكثر الأمم تابعة، تتبعني أمتي وأعداد في أمتي. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، المؤمن يجب ألا ينقطع رجاعه عن الله، ولا يفتر في دعائه، ولا ينقطع أمله من فرج الله، ولا من رحمة الله، ولا من سعة عفو الله سبحانه وتعالى. والقرآن تحدث في آيات كثيرة صريحة وواضحة، وآيات بالتلميح وليس بالتصريح عن الرجاء. فلو تأملت الإنسان عندما يبلغ من العمر 40 سنة، فيجد أن الله تعالى يوجهه بعد هذا السن إلى القرب من الله، والطمع في رحمة الله، والخشية من الله. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا أمر المؤمن إذا بلغ 40 سنة، أن يطلب من الله أن يصرفه على الهداية، أو على طريق الطاعة، على طريق الصلاة، على طريق الصيام، على طريق العبادة. لماذا؟ لأن النبوة نزلت على الأنبياء بعد سن 40، عدا نبي الله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تصلون على رسول الله. الآية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إذن الرجاء يبدأ في تمامه وكماله مع المرء من سن 40. ولذلك جاء في مسند أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ العبد 40 سنة حبب الله تعالى إليه الإنابة، وإذا بلغ 60 سنة خفف الله عنه حسابه، وإذا بلغ 70 سنة محى الله عنه سيئاته وزاد له في حسناته، وإذا بلغ 80 سنة أمر الله أهل السماء أن يحبوه فيحبه أهل السماء، وإذا بلغ 90 سنة فإن الله تعالى يأمر من في السماوات ومن في الأرض أن يستغفر له، وأن الله سبحانه وتعالى يجعله شفيعا لأهل الكبائر من أهله، وإن الله سبحانه وتعالى يفتح له جميع أبواب جنته رحمة وبرا به. ليبدأ الأمر من 40. تعالوا بنا لنرى الرجاء في حياة الأنبياء والرسل، كيف كانوا على رجاء ودعاء من الله. آدم عليه السلام عندما
أهبطه الله من الجنة اعترف بذنبه وخطيئته. قال هو وزوجه: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رجع يرجو من الله الرحمة والمغفرة. هذا آدم، سيدنا نوح، تعالوا لنرى رجاعه عندما قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم جاء في آخر السورة وطلب الرجاء لوالديه وللمؤمنين معه عندما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا رجاء يرجو من الله المغفرة له ولوالدي. ولكمال أخلاق نوح قال: وللمؤمنين والمؤمنات، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. عظمة ورقة في الأخلاق. تعالوا لنرى الرجاء في دعوة نبي الله إبراهيم عندما دعا ربه وقال في الأصنام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أدب جم في الدعوة. تعال لنرى الرجاء في دعوة نبي الله يوسف عندما قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تعالوا لنرى الرجاء في دعوة نبي الله سليمان عندما تعلم من النملة وتواضع وخضع واعترف بفضل الله عليه. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأحبة، المؤمن يتقدم أدبا إلى الله في خوف ويتقدم طمعا من الله رجاء في رحمته. فالله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء. ما أجمل أن تحسن الظن بالله. لو أنك مريض تحسن الظن في بأن الشافي هو الله. لو أنك عندك بلاء أو مصيبة تحسن الظن بأنه لا يرفع البلاء ولا يرفع المصائب إلا الله. لو أنك تريد ذرية تحسن الظن كما أحسنه نبي الله زكريا عندما قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. كان عنده أمل وعنده رجاء وعنده طمع في عطاء الله وفي رحمة الله. فلذلك قال الله تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على عباده الطيبين الطاهرين الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المجتبى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمي العربي الأمين، وعلى أزواجه وذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، ومن سلك طريقهم وصار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. القدوة والمثل الأعلى في حياة البشر عامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدوة في العبادة، وقدوة في المعاملة، وقدوة في التواضع صلى الله عليه وسلم، قدوة في الرحمة وفي التراحم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الأحبة، هذا يوم الجمعة المبارك، فيه ساعة الإجابة، وفيه تستحب الصلاة على رسول الله، لأنه فيه تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن تكون ساعتنا هذه هي ساعة الإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم متعنا بأسماعنا، ومتعنا بأبصارنا، وقوتنا ما أحييتنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اغفر للمستغفرين، اللهم تب على العصاة والمذنبين، اللهم ارحم ضعف أمة محمد أجمعين. اللهم ارفع رايتنا، وانصر أمتنا، ووحد كلمتنا، واجمع شتات أمتنا. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. توقوا إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.